دولا يا اخواننا زعدونا كرامة لله يا اخواننا كرامة لله عيانين اخواننا الرقب ساعدونا يا اخواننا طالب من الله حق الله طالب من الله حق الله طالب من الله حق طالب من الله حق الله يا ابن العم يا ابن العم يا اخي استهدي بالله انا ما سألك من شهادتك للناس لكن انت عشان ربنا يساعدك صلي لربنا عشان يكرمك يا حاج ما تضيع زمن يا اخي ما تضيع زمن وفر نصايحك لغيرك ساعدونا ما بوفرها يا اخي انا انسان ممشي حياتي باسس محدده لا يمكن اشوف انسان ماشي في الغلط وما انصحه يا عمك ما تقد الشغل يا اخي ما تقد الشغل انا غلطت على زول مواقفي باب الله وداير حق الله يا اخي ما اعتدت لي زول اسنا شغله ولا سرقت لي زول ساعدونا يا اخواننا ساعدونا يلا عشان سيبوا يا ما تمشي انا لو ما كملت نصيحتي للزول ده يا اخواننا في ذمتكم دي انتم ما قاعدين تشوفوا الزول ده كل يوم بيجي الصلوات الخمسه بيقف هنا الا صلاه الصبح بيقف هنا ده وما بيدخل يصلي معانا في الجامع مستحيل ابوي ده يمشي حته كده ما يعمل له قصه اسمع انا واولادي وكل الناس ديل بنجي هنا بنقوم نديك لانك بتقول طالب من الله لكن كمان ما صح مننا ان نشوفك انت ما قاعد تصلي وما قاعد تطيع الله وبرضه بعد كده نقول احنا ما ننصحك ايوه بالمناسبه انا ممكن اساعدك هاك كم ذكرت انت لو دار تخلي الشح ده تعال لي انا في فيلا عدلان بساعدك يلا يا اولاد ساعدونا يا اخواننا ساعدونا كرامة لله يا اخواننا طالب من الله حق الله فارس هاوي جيب لي قهوتي فوق ها حاضر تعرف يا العوض ايوه عدلان ده فيه حاجه عجيبه خلاص كيف هسه في الجامع ما لما في الشحات ده زلاه وزل لما ندم عليه شعدته بعد ده قال له زلت علينا ساعدك انتوا عدلان ده فيه حاجه ما عارفينها عدلان ده بالرغم من الحزم بتاعه والجديه بتاعته الشديده دي لكن عنده قلب وضميره ابيض قلبه ده واسع يشيل الناس دي كلها هوي هوي انا امشي اودي له قهوه تدقوا بال ما يكتبوني استيضاح لكن تعرفها انت جدا خلاص